قوات الظلام السوداء التقمص سئل القديس بايسيوس يا روندا كيف يمكن لبعض الناس المثقفين ان يؤمنوا بالتقمص اجاب التقمص يناسب الملحدين وغير المؤمنين انه اكبر ضلاله شيطانيه يجعلهم ينغمسون في حياه الخطيئه على اساس اعتقاد يقضي بعودة النفس إلى العالم بصورة متواصلة. فإذا لم تنجح هذه المرة، فستعود إلى الحياة من جديد، وتنجح في المرة القادمة. وإن لم تنجح، فستعود من جديد وهكذا دواليك. من هنا انغماس الناس في الملذات واقتراف الخطايا والعيش دون احتراس أو توبة. أرأيت كيف أن الشيطان يعمي أبصارهم ويقودهم إلى الجحيم؟ إنها أفضل وسيلة وأخبثها على الإطلاق يلجأ إليها الشيطان لحشر الناس في الجحيم والويل لمن يعلق في شباك الشيطان فلن يفلت منها ويعود إلى الوراء وهذه هي الضلالة الأسوأ من كل الضلالات ذات مرة مر بي شاب في القلاية فأخبرته بأنني منهمك في صلاة الغروب فاستغرب وقال أأنت منهمك بهذه الأمور؟ ثم غادر. عاد في اليوم التالي، وحدثني عن بعض الرؤى. سألته إن كان قد سبق وتعاطى المخدرات. اعترف بأنه فعل ذلك قديما، ولم يعد يتعاطاها اليوم. سألته ثانية: هل قرأت شيئا عن التقمص؟ أجاب: نعم. لقد انكشف أمره. قرأ عن التقمص وراح يتخيل أحلاما ويرى نفسه إنسانا عظيما غنيا قبل ألوف السنين مرة ثانية شاهد رؤيا تخيل فيها نفسه وقد صعد إلى السماء فلم يجد اسمه مكتوبا هناك فأعيد إلى الأرض بينت له أن هذه الأمور إنما هي خرافات ومن غير المنطقي الإيمان بها لأنها من عمل الشيطان وما يؤسف له هو ان اناسا مثقفين يؤمنون بهذه التفاهات